أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نناقش فيها التقرير الدوري للتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان خلال الفترة من ديسمبر 2014 وحتى ديسمبر 2015. وجوه اليمنيين تغيرت بعد سبتمبر 2014، صارت ملامحها أكثر تحفزا وهي تقترح مساءلات خاطفة كلما تبدل لون البلاد وزاد معها عبث الميليشيا بمصير اليمن ومستقبل الملايين. وبعد أن استطال هذا الواقع المر من عجز دولي أعمى لم يقد إلى لتعثر خطوات اليمنيين الباحثة عن نافذة للخروج من متاهة الحرب والاقتتال خلال الفترة من ديسمبر 2014 وحتى ديسمبر 2015 فقط. وثق التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان أكثر من 66,200 حالة انتهاك وجريمة ارتكبتها الميليشيا. شمل التقرير الذي حمل عنوان اليمن عام من الانتهاكات شمل 17 محافظة من أصل 22، ورصد التحالف مقتل أكثر من 8,200 مدني بينهم أكثر من 500 طفل و470 امرأة، وإصابة أكثر من 19,000 مدني بينهم نحو 2,300 طفل وأكثر من 1,900 امرأة. كما شمل التقرير أرقاما مهولة تحصي أشكالا مختلفة من الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي وحليفها المخلوع بحق اليمنيين في عدد من مناطق البلاد، بما في ذلك أرقام المخفيين قصرا والمعذبين والمحتجزين. نتوقف عند هذا التقرير لنناقشه في محورين: كم من الثمن سيدفع اليمنيون ضريبة الانقلاب والحرب؟ وما مصير ملف حقوق الإنسان اليمني المطروح على طاولة مجلس حقوق الإنسان العالمي لدى الأمم المتحدة؟ نبدأ النقاش بعد متابعة التقرير. تزهق الحرب في اليمن أكثر من 8,000 قتيل، لكن آلة الموت تأبى أن تتوقف في مدنها وقراها وحاراتها. ووفقا للتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، فإن إجمالي انتهاكات الميليشيا خلال الفترة من ديسمبر 2014 حتى ديسمبر 2015 بلغت أكثر من 66,000 حالة انتهاك وجريمة شملت 17 محافظة. وثق التقرير مقتل أكثر من 8,000 مدني بينهم 508 طفلا و470 امرأة. كما وثق التقرير إصابة قرابة 20,000 مدني بينهم 2,296 طفلا و1,927 امرأة. أشار التقرير إلى رصد 8,450 حالة احتجزتها الميليشيا تعسفا، أكثرها فئة السياسيين، بعد أن وصل عدد المحتجزين في سجونها نحو 4,649 شخصا. كذلك فئة الإعلاميين، يقول التحالف اليمني تعد الفئة الثانية في قائمة المحتجزين لدى الميليشيا، حيث بلغت 191 إعلاميا، إضافة إلى 2,028 ناشطا و1,421 آخرون. أما فئة الأطفال فرصد التقرير 159 طفلا تم احتجازهم لدى الميليشيا، وكذلك 10 نساء. لم تتوقف الانتهاكات عند حدود القتل والاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري، بل أيضا شنت حملات تعذيب ممنهجة. التقرير الدوري للتحالف اليمني وثق 1,077 حالة تعذيب بالإضافة إلى 2,706 حالة إخفاء قسري، فيما بلغت حالات الاعتداء على الممتلكات العامة 2,780 حالة. طالت النسبة الأكبر منها المرافق التعليمية حيث بلغت 834 مرفقا طبيا، تليها دور العبادة التي وصلت إلى 598 دارا ومسجدا، ثم 574 مقرا حكوميا و435 مرفقا خدميا و279 مرفقا صحيا و60 موقعا أثريا. وفق هذه الأرقام فقد توغل اليمنيون داخل عتمة الأعوام الماضية من دون انتباه، جذبتهم الحرب إلى لجتها ثم تلظوا منها تحت الفيء الواهي لمؤتمرات دولية خدرتهم وحسب، لم تأتهم بأي حل بل أنبتت لهم المزيد من الخوف وهم على حالهم وقد أعياهم القهر وسوء الحال. ينضم إلينا مشاهدينا من الرياض ضيفنا المنسق التحالف اليمني لانتهاكات حقوق الإنسان لرصد انتهاكات حقوق الإنسان مطهر البذيجي. مساء الخير أستاذ مطهر. مساء النور، مرحبا حبيبي. أستاذ مطهر، أنتم في التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، كيف تمت عملية الرصد؟ وحدثنا عن أبرز الأرقام التي كانت في التقرير. شكرا جزيلا. التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان
لديه عدد من الفرق الميدانية، لدينا 30 راصد وراصدة يتوزعون على 17 محافظة من أصل 20 محافظة قوام محافظات الجمهورية اليمنية، يعملون وفق منهجية علمية منبثقة من المواثيق والقوانين الدولية لحقوق الإنسان. تتم عملية الرصد وفق نزول ميداني ومقابلات الضحايا والمتضررين وتوثيقها، ثم التحقق من مدى صحتها وإدخالها وفق برنامج إلكتروني، وثم تنتقل إلى مرحلة أخرى نحن عندنا نسميها مرحلة التحليل والتدقيق. هذه عملية الرصد والتوثيق التي نعتمدها نحن في كتابة التقارير الدولية. التحالف أصدر من يناير 2015 وحتى اللحظة تقريرين، التقرير اللي نحن الآن بصدد مناقشته هو التقرير الثاني الذي يصدره التحالف، وصدر في مارس 2011 في 2013 ناقش كما أورد تقريركم عديد من الحالات الانتهاكات الخاصة بحقوق الإنسان في الجمهورية اليمنية. ما هي أبرز الأرقام أستاذ مطهر؟ ما هي أبرز هذه الأرقام؟ التقرير يعرض حالة قتل لمدنيين بواقع 8202، منهم 476 امرأة و508 طفل، وكذلك عندنا ضحايا قتل بالقصف العشوائي المتعمد للأحياء السكنية من قبل ميليشيات الحوثي وصالح، بلغ عدد القتل صفوف المدنيين 1529 قتيل مدني، منهم 102 امرأة و221 طفل. كذلك لدينا عدد مهول من الإصابات والجرحى في صفوف المدنيين الناتجة عن انتهاكات الميليشيات، برغ أو رصد رافدين بحسب التقرير. نعم سيد مطهر. 19882 جريح، منهم 1927 امرأة و2226 طفل. طيب أستاذ مطهر، أرجو أن تتفضل بالبقاء معي. ينضم إلينا الآن وزير حقوق الإنسان الأستاذ عز الدين الأصبحي. مساء الخير معالي الوزير. مساء الخير، أهلا وسهلا بك. مرحبا معالي الوزير. لا شك يعني وأنتم تتابعون الآن هناك لابد يعني من حيرة، كيف يمكن التعامل مع هذا أو هذه العقدة التي وصلتها الحالة اليمنية على الصعيد العسكري، ما انعكس على الصعيد الإنساني وهو الصعيد الأخطر الآن. هذه إفرازات خطيرة تمس أرواح الناس وممتلكاتهم ومصير وطن أيضا بأكمله. ما هي الأولويات الآن بالنسبة للحكومة؟ شكرا جزيلا، ولا ننسى بأن نحن في حالة حرب شرسة مع للأسف الشديد مع مجموعة منفلتة عن العقل وعن القانون والمنطق، والحرب كما ترى فيها محطات من دائما بين شد كر وفر، وما بين أحيانا لحظات انفراج ولحظة، ولكن في المسار العام إن هناك انفراج حقيقي في مسألة دحر هذا الانقلاب. ليس هناك حلا لليمن ولنا جميعا في عودة الاستقرار والسلام إلا في انتهاء السبب الرئيسي الذي أوصل البلد إلى هذه الكارثة، وهو مسألة الانقلاب الذي اختطف الوطن ليس فقط المؤسسات والمقدرات. وأرى بأن ما يجري الآن أحيانا من بعض النقوص هنا أو هناك هي ليس أكثر مما يسمى تعرجات الحرب، لكن كمسار معركة نحن ننتصر كل يوم. هناك كلفة إنسانية باهظة، هناك نوع من الكلفة التي لم يدفعها شعب آخر، ولكن علينا أن ندرك بأننا أمام قلة منفلتة لا يمكن لها أن تعود بالعقل أو بالحوار البسيط، ولكن تحتاج أيضا إلى ردع حقيقي. لا حتى الآن نحتاج إلى إعادة نظر بكثير من الخطط العسكرية، من تماسك الأمور، إعادة الرؤى السياسية، الملف الاقتصادي، الملف الحقوقي هو محصلة للانتهاكات الجسيمة التي تمت والتي عقدتها الأساسية ومسببها الرئيسي انقلاب على الدستور وعلى القانون وعلى الشرعية الدولية. هذه هي الحقيقة، وبالتالي لا يجب أبدا أن نحبط أحيانا بربما بعض الانتكاسات هنا أو هناك، أو يريدوا إغراقنا بأننا مجموعة من اللاجئين الذين نحتاج إلى عون إنساني. لا، هناك معركة حقيقية ننتصر فيها للقيام وللحق وللقانون قبل أي شيء آخر. هل تسعى الحكومة معالي الوزير إلى إحالة أو رفع الملف إلى محكمة الجنايات الدولية؟
يعني فيما يخص المتابعة القانونية للانتهاكات المختلفة، هناك سلسلة من الإجراءات التي يجب أن تتم. الإجراء الأول إنهاء حالة الانقلاب تماما وعودة المؤسسات الوطنية إلى مسارها الطبيعي، إعادة الأمور إلى نصابها. ثم بعد ذلك ما نصب إليه هو تحقيق العدل وليس دائرة تأر كما يتخيل البعض. تحقيق العدل هو يأتي عبر تحقيق المسار الوطني. إذا استطعنا أن نحقق العدل والإنصاف للضحايا ومعاقبة مرتكبي الجرائم بالمحاكم الوطنية وبسلسلة المحاكم الوطنية والقضاء الوطني، فهو أمر مطلوب ومرحب به. إذا لم تستطع الأمور في أن يكون هناك مؤسسات وطنية قادرة على الإنصاف وعلى مسألة إعادة الأمور إلى نصابها، هذه جرائم لا تسقط بالأقدمية ولا يمكن لها أن تكون في طي النسيان، ولا بد بالأخير من مسألة إثباتها على كافة المحافل الدولية. لكن الآن نحن ما يجري من توثيق وما يجري من رصد لا يجب أن يستهان به. هذه الخطوات الهامة جدا من أجل الإنصاف والعدل ومن أجل إعادة الأمور إلى مسارها. حتى الآن لاحظنا مؤسسات القضاء اختطفت في لحظة ما، ركدت، حوصرت. علينا إعادة الحياة وإعادة الهيبة وإعادة الأمور إلى المؤسسات القضائية، ومن ضمن ذلك لجنة التحقيق الوطنية المستقلة بقضايا الانتهاكات ومؤسسات القضاء المختلفة. محكمة الجناية الدولية أو القضاء الدولي هو يأتي مكملا ومتمما للقضاء الوطني أو في حالة العجز الكامل وغياب إمكانية الإنصاف في القضاء المحلي. حتى هذه اللحظة نحن نعتبر ما جرى من مجرمين خارجين عن القانون، يجب معاقبتهم عند معود المؤسسات بشكلها الطبيعي، وهذا ما سيتم. يعني لا يجب علينا أن نحبط. طيب في إطار ذلك معالي الوزير، يعني إلى ما تهدف المساعي الحكومية في ملف حقوق الإنسان سواء مع المنظمات الأممية ومنظمات المجتمع المدني بشكل عام؟ يعني لاحظ أنت إلى الآن يعني باب الإنصاف ربما أنه واحدة من أكبر وأهم الجبهات التي تفتح الآن على مستوى الصراع مع القلة، مع المشروع الإقليمي، مع حالة الانقلاب، مع المؤامرة على اليمن، هو الملف الحقوقي. لا يجب أن نستهين بهذه المعركة. لدينا ملف عسكري على الأرض تقوده المقاومة والجيش الوطني، ولدينا ملف سياسي تقوده اللجنة السياسية وتقوده مسألة المشاورات السياسية، ولدينا الملف الحقوقي. وبالتالي نحن نقود جبهة كبيرة في هذا الأمر، وهم رموا بثقلهم على المستوى الإقليمي وعلى بعض المنظمات الدولية. يعني نتعرض إلى كثير من الظلم، من التضليل، من المؤامرات الكثيرة، لكن إذا رأينا محصلة وجودنا على الصعيد الدولي والمحافل الدولي لازلنا في وضع جيد. لا زال العالم مجمع تماما بأن هناك انقلاب لا يقبل به على الإطلاق، يحاولون أن يتهربون من كثير من القضايا. هناك منظمات ضللت الرأي العام الغربي بشكل كبير، إذا علينا تفنيد هذه الأمور، توضيح الأمور للرأي العام الغربي، وعلينا أيضا إكمال ما تعمله الآن المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والجانب الحكومي. وسمعت إلى ضيفك الكريم، هذه كل الإجراءات والخطوات التي تقوم بها المنظمات من رصد وتوثيق ومتابعة هي محل تقدير، وهي ما نتكئ عليه ونعتمد عليه بعد ذلك في خطواتنا الدولية. حضورنا الدولي ممتاز جدا، ولا يستطيع أحد أن يزايد هذا الأمر بأن الطرف الآخر انتصر هنا وهناك. لا، ليس هناك قرارا حتى الآن في المجال الدولي سواء الحقوقي أو السياسي إلا لصالح الشرعية. لا ننتبه كثيرا إلى بعض التقارير التي تعملها منظمات دولية هنا أو هناك أو بيانات صحفية تريد أن تحبطنا، ولكنها معركة، هي معركة سياسية. للأسف الشديد الملف الحقوقي زج به في صدارة المشهد السياسي، وعلينا أن ننتبه. إذا نحن نحتاج إلى تماسك الموقف الإعلامي والمجتمع المدني في الداخل، نثق بأننا أصحاب حق وأصحاب قضية. لدينا قصور هنا أو هناك في توصيل صوتنا في المحافل الدولية أو في المنظمات الدولية التي تم تضليلها، كيف نحل هذه العقدة، كيف نخرج من هذا القصور. هذا ما يجب أن نعمل عليه بتكامل الأدوار. وأنا أشد على المجتمع المدني والإعلام وعلى قناتكم الكريمة بأن هذا الملف يطرح دائما بشجاعة من قناة بلقيس والمنظمات الغير حكومية، وأنا أقول لهم ما تعملوه من جهود هو تكامل أدوار نحن بحاجة إليها. نحن جميعا في خندق هام وصعب، وثقوا أن جبهة الحقوق لا تقل أهمية وخطورة عن الجبهة العسكرية والمقاومة الشعبية. أشكرك شكرا جزيلا وزير حقوق الإنسان الأستاذ عز الدين الأصبحي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. أعود إلى الأستاذ مطهر البديجي، المنسق التحالف اليمني لرصد الانتهاكات، انتهاكات حقوق الإنسان. أستاذ مطهر، هل من تعليق لك على كلام معالي الوزير؟ شكرا لمعالي الوزير. نحن نعتبر أن وزارة حقوق الإنسان داعم وشريك حقيقي لنا في المجتمع المدني، ونعمل بالتزامن مع يعني سوية لتحقيق الهدف الأسمى
لتوصيل القضية الحقوقية للمحافل الدولية للولاية العام وللإعلام. أعتقد أن ما نعمله نحن المجتمع المدني خطوة رئيسية أو أولية لتقديم المعتدين والمجرمين للعدالة، وترفض وتوثيق الانتهاكات هي الخطوة الأولى لتقديم هؤلاء وضمان حقوق المتضررين والمواطنين العاديين. طيب أستاذ مطهر، هل يعني التقارير، تقارير المنظمات المجتمع المدني وتحديدا منظمتكم أو تحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، هل يهتم بالنازحين اليمنيين في دول الجوار إن صح التعبير؟ شكرا. هذه نقطة مهمة. تقريرنا لم يتطرق، ولدينا رصد عدد من أوضاع النازحين، وإن شاء الله في التقرير الثالث سنضع بابا خاص لأوضاع النازحين اليمنيين في كل من دول الجوار وخصوصا جيبوتي والمناطق المجاورة. طيب إذا ما تحدثنا عن تفاعل مجلس حقوق الإنسان مع التقارير الصادرة من قبل منظمات حقوق الإنسان اليمنية ومنها التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، كيف تقيم هذا التفاعل؟ نحن يعني عملنا على مدى يعني يناير 2015 ثلاث فعاليات على حرامش الدورات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان. بدأنا من الدورة 29 والدورة 30، وأخيرا نظمنا فعاليات وقدمنا تقاريرنا في على هامش الدورة 31 المنعقدة من 1 إلى 24 مارس. هناك تفاعل حقيقي، قابلنا العديد من ممثلي الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، عقدنا 4 ندوات خاصة في مجلس حقوق الإنسان، ندوة عن حال حقوق الإنسان، ندوة عن المرأة والطفل أثناء النزاعات، ندوة عن الألغام، ندوة عن طريقة الرأي التعبير، وقابلنا كمان عدد 7 مقررين خلاص قدمت لهم تقارير الخاصة بحالة حقوق الإنسان، بالألغام، بحصار المدن وخصوص المتعز، ولقينا اهتمام خاص، لأنه هناك عدد من المنظمات عملت على التشويش على واقع الانتهاكات وقدمت معلومات خاطئة يشوب كثير من عدم الدقة. طيب نظرا لعدم وجود دراسات في هذه النقطة تحديدا، دعني أستاذ مطهر أنتقل إلى الناشط الحقوقي براء شيبان، ينضم إلينا الآن عبر الهاتف من جنيف. مساء الخير أستاذ براء. أهلا وسهلا، أولا الهاتف من لندن لست من جنيف. لا مشكلة. على كل حال أستاذ براء، هل يعني ترى أن التحرك الأممي، منظمات المجتمع الدولي وكذلك المنظمات الأممية، تحركها في الملف الإنساني تجاه اليمن هل يواكب خطورة هذا الملف؟ أنا لا أعتقد ذلك، وحتى أنه حصل هناك نوع من التحرك من بعض المنظمات المجتمع المدني، وأنا سمعتك تتحدث عن التحالف، ولكن هو لا زال من المبكر الحديث عن دور أو أثر التحركات، كون التحالف ما زال ثاني دورة تقريبا أستاذ براء، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأستاذ براء شيبان الناشط الحقوقي. أعود إلى الأستاذ مطهر البذيجي معنا عبر الهاتف من الرياض. أستاذ مطهر، إذا ما تحدثنا عن الصعوبات التي يواجهها فريق الرصد الخاص بالتحالف، ما هي أبرز هذه الصعوبات في نقاط إذا سمحت؟ شكرا. واجه فريقنا الميداني عدد من الصعوبات على مستوى الواقع العام اليمني. لم يتح لبعض الراصدين دخول بعض المدن التي تسيطر عليها الميليشيات، كذلك تعرض عدد من الرافضين للاعتقال المباشر. تم اعتقال رافض في مدينة دمار من شهرين، وتم اعتقال النقل، وتم الاعتداء على منزل رافض آخر في محافظة صنعاء واعتقال ابنه. تعرض رافض من الرافضين في محافظة أبيان لتسيير منزله. هناك كثير من الصعوبات التي واجهت طريقنا الميداني، كذلك تحفظ بعض الضحايا نظرا للإرهاب الشديد وخوفهم من الممارسات القمعية التي تمارسها عليهم الميليشيات.
نعم. فوق هذا كله استطاع رافضين العمل لمدة سنة كاملة من تحقيق معلومات وبيانات مفيدة. نعم أستاذ مطهر، دعني أعود إلى الأستاذ براء شيبان، ينضم إلينا الآن مجددا من لندن. أستاذ براء، يعني يقال أن تحالف الانقلاب يملك نفوذ أو جبهات حقوقية نافذة بداخل المجتمع الدولي، هل ترى ذلك حقا موجود في هذه المنظمات، يعني من خلف الكواليس بشكل عام؟ أنا لا أعتقد ذلك. بالنسبة لتحالف الحوثيين وعلي عبد الله صالح، هم صحيح أنهم يستخدموا الورقة الحقوقية من ناحية الابتزاز، يحاولوا يستخدموا الضحايا المدنيين الذين سقطوا في بسبب طيران التحالف، هذا موجود وقد يكون له أثر في هذا في هذا في هذه الفترة، ولكن دعني أشير إلى أن التأثير الحقيقي الذي حدث داخل مجلس حقوق الإنسان هو بسبب دور المفوضية السامية داخل اليمن، أي بشكل أدق التقارير التي رفعتها المفوضية السامية التي ليس لديها ولا حتى راصد واحد في المناطق التي تتعرض لانتهاكات من قبل جماعة الحوثي، ليس لديهم راصد. طيب بماذا برروا عدم وجود هذه المكاتب؟ هذا أكثر بالتأكيد. نعم، بماذا برروا عدم تواجدهم الكافي في المواقع التي يعني يستهدفها الحوثيون وينتهكون فيها حقوق الإنسان؟ هم لم يبرروا، هم قدموا تقرير وعملوا تقدير مبدئي وقالوا فيه أن تقريبا ثلثي الضحايا سقطوا بسبب طيران التحالف. الإشكالية هي أنه لا يوجد طرف آخر الآن داخل اليمن يستطيع أن يواجه هذا الادعاء بأرقام صحيحة على الأرض. أنا قلت التحالف طبعا اليمني لرفع حقوق الإنسان كان له دور، ولكن هو ما زال من المبكر الحديث، لأنه التحالف تقريبا هو ما زال ثاني دورة يحضرها في المجلس، وهذه جهات تحتاج إلى وقت كثير أنك تعمل لوبينج، تعمل شغل مناصرة، تحاول أن تربط مع الـ مع الـ مع الـ 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 الجهات والدول المعنية، فيعني لا زال يأخذ كثير من الوقت. النقطة الثانية الذي أعتقد أنه سيؤثر بشكل كبير هو دور اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان. إذا تمكنت اللجنة الوطنية مع الدورة القادمة في يونيو من تقديم تقرير مبدئي عن عملها، هذا سيغير كثيرا جدا، لأن هذه اللجنة مشكلة بقرار من مجلس حقوق الإنسان، وسيضاف كرصيد قدمته الحكومة اليمنية. طيب دعني أعود بنقطة أخيرة إلى الأستاذ مطهر البديجي. أستاذ مطهر، تحدثت عن أن هناك 17 محافظة من أصل 22 محافظة شملها التقرير، ما هي المحافظات الباقية التي لم يشملها تقريركم؟ لدينا 3 أو 4 محافظات لم نستطع الرفض وتوثيق الانتهاكات فيها، وسنسعى في المرحلة القادمة إلى تغطيتها. محافظات مثل محافظات سيئين ومكلة لم نتطرق لها، و المحافظات كذلك المحافظات الصغيرة. لدينا رافضين في مدينة صعدة كذلك وحقة، وإن شاء الله نغطي 22 محافظة في تقريرنا المستقبلي، التقرير الثالث إن شاء الله. أشكرك شكرا جزيلا مطهر البذيجي، منسق تحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. وأعود إلى الأستاذ براء شيبان الناشط الحقوقي من لندن. أستاذ براء، تحدثت عن دور اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، هل من المعول على أن تلعب اللجنة دورا يعني فعليا، خاصة بعد قرار مجلس حقوق الإنسان بإنشائها؟ بالتأكيد اللجنة هذه هي تقريبا الوحيدة المعنية بشكل مباشر، وهي أنشئت بقرار خرج من المجلس، بل إنه ذكرت كانت أصلا على قرار سابق كان ذكرت فيه حتى تقارير مجلس الأمن. فلذلك هذه اللجنة هي بالتأكيد تقريرها أقوى من أي لجنة أخرى. إذا تمكنت فعلا مع الدورة القادمة من تقديم تقرير واضح وقوي حول الانتهاكات، هذا
سيغير الكثير فيما يتعلق بالذات فيما يتعلق باللبس الذي حاصل داخل اليمن، حيث لا زلنا نرى ان هناك قصور واضح، وان المجتمع الدولي لا زال ينظر ان الاشكاليه الانتهاكات هي في طرف واحد وليس في الطرف الاخر. طيب في اطار هذه النقطه تحديدا استاذ براء، كيف تتوقع ان تكون الاليه النظريه لعمل فرق اللجنه الوطنيه بداخل مناطق نفوذ الحوثيين؟ بالنسبة للمناطق يعني مناطق نفوذ الحوثيين، هم يحاولوا أن يتواصلوا مع مباشرة مع بعض الـ 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 الأسر أو أسر الضحايا الذي وقع عليهم أي نوع من أنواع الانتهاك. بالتأكيد لن يكون لديهم نفس السهولة في الوصول إليهم مثل المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية، ولكن لا زال بالإمكان. أصلا الانتهاكات من هذا النوع بطبيعتها هي تأتي في مناطق صراع، واللجنة أنا أعتقد بالأسماء التي موجودة لديها خبرة كافية في تغطية انتهاكات، وكانت قد يعني الشخصيات اللي موجودة كانت قد غطت كثير من القضايا الحقوقية السابقة، والأسماء التي موجودة يعول عليها كثيرا. أشكرك شكرا جزيلا. الناشط الحقوقي براء شيبان كنت معنا عبر الهاتف من لندن. يضم إلينا الآن مشاهدينا الكرام المنسق القانوني لمنظمة الكرامة حقوق الإنسان في اليمن محمد الأحمدي. مساء الخير أستاذ محمد. مساء الخيرات أخي العزيز، مرحبا بك. أستاذ محمد، يعني في منظمة الكرامة لحقوق الإنسان كان لها تقرير أخير حول الانتهاكات في المنطقة العربية، كان اليمن جزء من الأرقام التي شملها التقرير، حتى نعمل مقارنة ويتضح المشهد في اليمن أكثر. إذا ما قارناه بالبلدان العربية الأخرى، أين هو موقع اليمن في هذه الحالة؟ تحية طيبة لك أخي العزيز ولضيفك الكريم الزميل براء شيبان ولجمهور المشاهدين وللإخوة الضيوف الآخرين إن كان هناك ضيوف آخرين. ما يتعلق بتقرير منظمة الكرامة السنوي هو جزء من نشاط المنظمة سنويا، اعتادت على إصدار تقرير سنوي يسلط الضوء على حالة حقوق الإنسان في 20 بلد عربي بشكل إجمالي، وهو يعني مؤشر من خلال الحالات التي تمكنت الكرامة من توثيقها ورصدها في هذه البلدان، وليس بالضرورة يعكس الواقع الفعلي لحجم الانتهاكات. يعني كان هناك بعض الحالات النموذجية التي تمكنت الكرامة من رصدها في أكثر من بلد عربي، سواء فيما يتعلق بالإعدامات خارج القانون أو الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري أو التعذيب، وهي الحالات التي تمس الحق في الحياة وفي السلامة الجسدية والمعنوية. في الواقع التقرير يكشف عن حالة قاتمة من الوضع في لحقوق الإنسان في البلدان العربية بشكل عام. اليمن واحدة من بلدان التي تشهد من هذه البلدان التي تشهد نزاعا مسلحا للأسف الشديد. هذا النزاع المسلح هو حلقة في سلسلة ممتدة من الصراعات التي تشهدها اليمن. لم يكن الوضع مثاليا قبل الأحداث يعني العام 2015، فكان هناك أيضا انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، ولكن في ظل سلطات الانقلاب وملشنة الدولة الأمر هذا أدى إلى غياب نظام العدالة في البلد، وبالتالي أصبح منتهكو حقوق الإنسان يسرحون ويمرحون بناءً عن أي إمكانية للمحاسبة أو على الأقل. ما خطورة هذا الوضع أستاذ محمد؟ نعم، ما خطورة هذا الوضع؟ هذا وضع بالتأكيد خطير للغاية. يعني نحن نعيش في وضع مأساوي بكل ما تعنيها الكلمة. يعني تحالف ميليشيات تحالف الانقلاب في اليمن اتخذ من اليمنيين رهينة بيده من أجل المقايضة على حقوقهم وعلى حياتهم بل وعلى وجودهم في مقابل بقائه في السلطة، والآن ربما نزل سقف مفاوضات إلى أن يكون شريك في السلطة. هناك للأسف أخي العزيز، دعني أقول لك بوضوح، للأسف أنه الإرادة الدولية عاجزة عن أن تقف في صف حقوق الإنسان حتى هذه اللحظة. كان هناك للبشرية نضالات طويلة في الوصول إلى منظومة قوانين تحمي حقوق الإنسان، لكننا نشهد اليوم للأسف الشديد حالة انتكاسة عجيبة في كل المنطقة العربية. هناك استكثار من قبل الفاعلين الدوليين لحقوق الإنسان للناس للشعوب العربية في الحصول على هذه الحقوق وحمايتها وضمانها والدفاع عنها.
هم يغطون الطرف بشكل واضح للأسف على جرائم انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضحاياها يعني بالآلاف، بينما يدفعون لانتهاك أو لعملية إرهابية الكل يفتقدها والكل يدينها، ولكن أيضا هناك ازدواجية فاضحة في التعاطي مع جرائم العنف وجرائم انتهاكات حقوق الإنسان أستاذ محمد طرف الفاعلين الدوليين، وبالتالي الوضع في اليمن خطير جدا ما لم يكن هناك إرادة حقيقية سواء للمجتمع الدولي أو الحكومة الشرعية في محاسبة وملاحقة المتورطين في جرائم الانتهاكات. طيب أستاذ محمد، كان قبل قليل معنا وزير حقوق الإنسان معالي الوزير عز الدين الأصبحي تحدث على أنه من الصعوبة بمكان الآن محاسبة مجرمين أو المتورطين في هذه الانتهاكات، وأن هناك حاجة بداية إلى إيجاد بلد أو استعادة مؤسسات الدولة، ومن ثم وجود محاكم وطنية تحاكم المنتهكين، ما لم إذا لم تستطع هذه المحاكم الوطنية محاكمة المتهمين تنتقل إلى محاكم دولية. إذن الإجراءات التي تقوم بها المنظمات الدولية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المقرر إنشائها أو التي أنشئت وستعمل خلال الأيام المقبلة، إلى ما تهدف؟ هل إلى الردع فقط؟ أخي العزيز، اللجنة الوطنية المكلفة بتحقيق أو تقصي الحقائق إزاء حقوق الإنسان هي مدعومة بقرار من مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وبالتالي هي تمارس الآن نشاطا مهما جدا في تنسيق ورصد جرائم انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، وبالتالي مستقبلا معاقبة أو محاسبة وملاحقة المتورطين في هذه الجرائم. والمسألة أيضا بالفعل كما أشار معالي الوزير إلى أن اليمن اليوم الدولة كلها مختطفة، وبالتالي نظام العدالة غائب. قد يتعذر في هذه اللحظة محاسبة المتورطين بجرائم الانتهاكات، لكنهم بالتأكيد لن يفلتوا من العقاب أبدا، يعني سواء على المستوى الأخلاقي أو حتى القانوني والجنائي، ومحاسبتهم على انتهاكات حقوق الإنسان طيلة الفترة الماضية. كان هناك في الحقيقة سابقة خطيرة في اليمن كرست لمناخ الإفلات من العقاب، تتمثل في التغاضي عن السلاح الذي تمتلكه ميليشيات العنف جماعة الحوثيين تحديدا. هذا التغاضي أدى إلى تشجيع هذه الجماعة على الاستمرار في ارتكاب مزيد من جرائم الانتهاكات والعنف وصولا لغايات سياسية. الأمر الآخر أيضا وهو سابقة أخرى، منح الحقوق لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في النظام السابق، وهذه كانت سابقة خطيرة. حتى المفوضية السامية لحقوق الإنسان أشارت إلى يعني أن هذه الخطوة لم تكن جيدة للأسف الشديد، وتنعكس بشكل واضح على حالة حقوق الإنسان في البلد. على أي حال، بالفعل ملف الانتهاكات يحتاج إلى ومحاسبة المرتكبي جرائم الانتهاكات يحتاج ربما إلى بعض الوقت للضبط المرتكبي جرائم انتهاكات حقوق الإنسان وتقديمهم إلى العدالة. شكرا جزيلا المنسق القانوني لمنظمة الكرامة لحقوق الإنسان في اليمن الأستاذ محمد الأحمدي، كنت معنا عبر الهاتف. بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم. في الأخير تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمن مقدم الحلقة، وتحيات الزميل محمد القاسم معد الحلقة، وكذلك تحيات الطاقم الفني. إلى حين الملتقى، دمتم والوطن بألف خير. إلى اللقاء.